أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن مملكة البحرين تفخر بما يقوم به فريق البحرين من جهود متواصلة غايتها دوما مصلحة الوطن على مختلف الأصعدة، مجسدين أروع معاني القيم الإنسانية في ساحة مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 عبر تكاتفهم وتعاونهم وما رسموه بعطائهم من صور التلاحم المجتمعي، كل من موقعه لتجاوز التحديات من أجل حفظ سلامة الوطن وكافة من يحتضنهم من مواطنين ومقيمين، منوها سموه بأن كل نجاحات الوطن أساسها الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه حفظه الله إن البحرين تشهد اليوم صورا نبيلة من حب الوطن عبر ما يقوم به أبناؤها العاملون في القطاع الصحي من جهود كبيرة على مدار الساعة، وهي جهود مقدرة من قبل الجميع يدعمهم فيها بكل عزيمة أبناء البحرين من مختلف القطاعات والمجالات بروح فريق البحرين الواحد كما عهدناهم دوما. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين إلى وحدة العناية المركزة الميدانية والكائنة في المستشفى العسكري ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وهو أحد مراكز العزل والعلاج لفيروس كورونا، ومختبر الصحة العامة بوزارة الصحة، حيث اطمأن سموه على سير العمليات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، ومشيدا سموه بجهود الكوادر الطبية في مواجهة هذا التحدي وبعملهم المخلص الدؤوب الذي برهنوا من خلاله على مدى تفانيهم وعطائهم المستمر من أجل الوطن. أشار سموه إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال سباقة في وضع البرامج والمبادرات وتسخير كافة إمكاناتها اللازمة في التعاطي مع مختلف التحديات باتخاذ كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والخير لصالح المواطن، لافتا سموه في هذا الصدد إلى ما قامت به المملكة من استعدادات كبيرة لمضاعفة طاقتها الاستيعابية وتوفير كافة المستلزمات الطبية وفق أعلى المعايير وبكفاءة عالية، إلى جانب جودة خدماتها الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ما أسهم في جعل المملكة نموذجا متميزا يحتذى به في تعزيز صحة وسلامة الجميع. مؤكدا سموه أن المملكة لن تتوانى عن تقديم ما يلزم من رعاية صحية لكافة المواطنين والمقيمين في سبيل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لهذه الجائحة وحماية صحة وسلامة الجميع.